بفضل الله من يدخل في الإسلام ويدخل الإيمان في قلبه هذا لا ينتحر. نعم. إسلام المعام صورو جنجورو معام معامورو بادادرسل بادادرسل تي زي مسلم مسلم إيديسل تينان مسلمي سالمل سالسل تينان كو سارامن جلتي ساسالة كاتن غسل حاجي أمندا. لكن نجد كثير من الكفار ينتحر عند البحر، ينتحر من فوق العمائر الطويلة. لماذا؟ لأنه لا سعادة عندهم. 우리가 쉽게 흔히 볼 수 있는데 무슬림이 아닌 그 비무슬림들 불신자들 불신자들 중에 많은 사람들이 특히 현대에 들어와서 그렇게 자살을 하는 사람이 많이 늘어났는데 그 이유가 뭐냐? 그들은 하나님에 대한 그런 믿음이 없기 때문에 그렇게 어려움에 닥쳤을 때 어떻게 처신을 해야 될지 모르기 때문에 그렇게 많이 자살을 한다.